السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هاي بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم إن شاء الله رايحين نديرو تمرين واحد من الكتاب المدرسي. طبعا تمرين صفحة 166. تمرين صفحة 166. أنا مقرب شاشة التليفون على قد ما نقدر باش تجي مليحة. دقيقة برك. هاي يا خاوتي هكا أحسن، هكا أحسن. قال لي بسم الله الرحمن الرحيم التمرين الأول ليه ليه صلوا على النبي. التمرين الأول قال لي استعمال الهنود الحمر الرمال المطلية. هاو التمرين كما قاعد تشوف فيه من الكتاب صفحة 166. استعمال الهنود الحمر الرماحة المطلية بالكوراد بالكورو بالكورار بالكورار في صيد الحيوانات والتي تسبب شللا على مستوى العضلات. الرماحة هذه المطلية بالكورار تسبب شللا على مستوى العضلات. كيف تؤثر هذه المادة على العضلات وتصيبها بالشلل؟ دراسة الوثائق حابين يعرفوك فحتى تؤثر المادة هذه على العضلات وتخليها تصاب بالشلل. داروا دراسة وثائق تالية تبين الوثيقة واحد، هاي الوثيقة واحد تبين رسم تفسيري لصورة مشبك عضلي عضلي كما راك تشوف فيه. ها مشبك هذا عضلي عضلي بالمجهر الإلكتروني. والوثيقة 2 تبين تركيب تجريبي للليف العضلي المعزول من ضفدع ومتصلة بعضلة الشكل واحد. أما الشكل 2 فيبين نتائج تجريبية المتحصل عليها عند إجراء تنبيه فعال في النقطة ألف. هاو الشكل 2 خاوتي، هاي العضلة، هاو عندي مشبك، هاو هنا هاي المنطقة صاد اللي هي يقصد بها والله أعلم مشبك، مازلنا ما درناش دراسة وثيقة. هاو الليف، الليف عصبي محرك، وين راح؟ هاو الجهاز جيم واحد، هاو الجهاز جيم 2، هاي نقطة التنبيه اللي دارها هو. قال لي ضع البيانات المرقمة من الوثيقة واحد. ما هي المعلومة المستخرجة من مقارنة التسجيلين ألف وباء؟ وين راح التسجيلين هذه وهذه؟ من الوثيقة 2 التحليل الكيميائي لعناصر السير المبينة بالوثيقة واحد وجد أنها غنية بالأسيتيلكولين. نستعمل محتوى عناصر ونجري تجربتين تاليتين. تجربة ألف حقن الأسيتيلكولين في المنطقة صاد من التركيب التجريبي المبين في الشكل واحد. تحصلنا على التسجيلين با فقط. قال لي با فقط من الوثيقة 2. قال لي تجربة ألف حقن الأسيتيل كولين في المنطقة صاد هذا في الشكل المشبكي في المنطقة صاد من التركيب التجريبي المبين في الشكل واحد. تحصلنا على وين راح تحصلنا؟ تحصلنا على التسجيل با فقط من الوثيقة 2. قال لك كيما حقنا المنطقة صاد تحصلنا على التسجيل با فقط. أما عند حقن مادة الكورار في المنطقة صاد في الشق المشبكي من التركيب التجريبي المبين في الشكل واحدة مع تنبيه فعال في النقطة ألف تحصلنا على تسجيل ألف فقط هذا فقط من الوثيقة 2. استعمل معلوماتك حول عمل المشابك وفسر نتائج التجربة ألف. ماذا تستنتج من مقارنة نتائج التجربة ألف بنتائج التجربة باء؟ قال لي مثل برسم توضح مثل برسم توضح فيه العلاقة الموجودة بين جزيئات الكورار والبروتينات الغشائية في المنطقة صاد. هل يمكنك هل تمكنك النتائج المتوصل إليها من تفسير كيفية حدوث الشلل بتأثير مادة الكوراك؟ وضح ذلك. شوفوا خاوتي من قراءتي للتمرين أو مش سهل هذا التمرين، مش سهل ومش صعب أو جاي في الوسط يميل إلى الصعوبة. اسم التمرين هذا تسحقوا فيه، تركزوا ركزوا. شوف احنا دايما نديروا قراءة أولية للتمرين بعد نعاود نقرا. قال لي استعمل الهنود الحمر المادة المطلية بالكوراك في صيد الحيوانات والتي تسبب شللا على مستوى العضلات. كيف تؤثر هذه المادة على مستوى العضلات وتصيبها بالشلل؟ هيا راحين نعرفوا كيفاش. دراسة الوثيقة التالية تبين الوثيقة واحدة رسما تفسيريا لصورة مشبك عضلي عضلي. هاي الوثيقة واحد تنعت لي رسم تفسيري لصورة مشبك عضلي عضلي.
زيد مش بك عضلي عضلي، والوثيقة تنين، هذه الوثيقة تنين، واش تبين لي؟ والوثيقة تنين فتبين النتائج التجريبية المتحصل عليها عند إجراء تنبيه فعال في النقطة واحدة. هاو دار تنبيه فعال في النقطة واحدة، نعد لي النتائج التجريبية اللي تحصل عليها عبر التسجيلين، نتائج تجريبية ظهرت في التسجيل واحدة وظهرت في التسجيل تنين. قال لي ضع البيانات المرقمة من الوثيقة واحد. وين راحت الوثيقة واحد؟ هاي الوثيقة واحد. قال لي حط البيانات المرقمة لها. طبعا خاوتي البيانات نورمال ما نعرفوها، هاي واحد تاعنا، هاي واحد، هذه هي واحد، هاي طبعا باين واحد. واحد وش هي؟ واحد البيانات وش هي؟ واحد غشاء بعد مشبكي، سهلة. ها غشاء، ها شيء في الغشاء، في غشاء الخلية بعد مشبكية. إذا نقول واحد غشاء بعد مشبكي. زوج كما راك تشوف، ها وحاجة هك بعد كينا فاصلة وكينا حاجة. إذا زوج غمد النخاعين، وكون حط لي بيان لهنا نقول له اختناق رنفير. زوج راهو غمد النخاعين. زيد ثلاثة، وين راح ثلاثة؟ شوفوا ثلاثة، ثلاثة يا رايحة لهيها خلاص. إذا محور اسطواني، ثلاثة هيولة المحور الاسطواني. خاوتي يكون جات على برا كنت نقول له محور اسطواني، بصح ما دام من الداخل أني نقول له هيولة المحور الاسطواني، نقول له هيولة المحور الاسطواني. زيد أربعة، وين راحت أربعة؟ وين راحت أربعة؟ هاي شوفوا هاي ربعة وين جاية؟ جاية في الغشاء. هي بصح وش هي؟ نقولوا غشاء بعد مشبكي، لا غشاء الخلية قبل مشبكية، غشاء قبل مشبكي. خمسة، وين راحت خمسة؟ وين راحت خمسة؟ خمسة هيولة، ها هيولة الليف العضلي، مادام أو قال لك مشبك عضلي عضلي، إذا هيولة الليف العضلي. خمسة أي جاية هنا، هاي هيولة الليف العضلي. ستة، أو ستة سهلة، ستة ليف عضلي، هاو الليف عضلي كتشوف في في بنيتو الزيماها، ستة ليف عضلي، ستة ليف عضلي. نورمال ما خلصنا، خلاص هذه هي. قال لي الآن بعد ضع ضع البيانات المرقمة من الوثيقة واحد، قال لي ما هي المعلومة المستخرجة من مقارنة التسجيلين، يعني اللحن. قال لي ما هي المعلومة المستخرجة من مقارنة تسجيل واحد وبا من الوثيقة اثنين. ركزوا، شوف أنا تسجيل واحد من الوثيقة اثنين شو شاطعني، منحنى كمون عمل وحادي الطور هكذا، والتسجيل با مأخوذ اللهنا، مأخوذ اللهنا، أعطاني وش كمون بعد مشبكي منبه، كمون بعد مشبكي منبه، تسجيل با كمون بعد مشبكي منبه هو الأول، تسجيل ألف منحنى كمون عمل وحادي الطور. طبعا التسجيل الأول مأخوذ من طرف خلية قبل مشبكية كما نبهنا، والتسجيل الثاني مأخوذ من العضلة اللي هي قاعدة بعد المشبكي، يعني مأخوذ من الخلية بعد مشبكية. قال لي ما هي المعلومات المستخرجة من مقارنة التسجيل واحد واثنين؟ وش نقوله؟ نقوله المعلومات المستخرجة تستجيب عضلة الليف العضلي، تستجيب عضل العضلة نقوله تستجيب العضلة، ولا نقوله الليف العضلي إثر تنبيه فعال للليف العضلي المحرك. هاو ليف عضلي، الليف عصبي استغفر الله، هاو ليف عصبي محرك. العضلة استجابت لتنبيه الليف العصبي المحرك، إذا نقول له تستجيب العضلة، أو نقول له يستجيب الليف العضلي، هذا يستجيب الليف العضلي لواش؟ لتنبيه الليف العصبي المحرك. هاني لما درت التنبيه للليف العصبي المحرك ظهر لي منحنى كمون عمل، ظهر لي منحنى بعد كمون بعد مشبكي، هاو بعد مشبكي ظهر لي منحنى كمون بعد مشبكي منبه. إذا استجاب الليف العصبي لواش؟ استجاب الليف العصبي للتنبيه هذا. كون ما استجابش الليف العصبي للتنبيه هذا كان هذا بقى في حالة راحة، ما عطاني حتى تسجيل، عطاني تسجيل تاع كمون راحة. مي لما درت التنبيه لهنا ظهر لهنا، طبعا لما درت التنبيه في النقطة يعني في الليف العصبي المحرك ظهر لي، سجلنا لهنا كمون، سجلنا لهنا كمون عمل وحادي الطور، واللهنا شوف هاب سجلنا في الخليه بعد مشبكيه كمون بعد مشبكي منبه. اذا هذه هي المعلومات المستخرجة، نعم هذه هي المعلومة، أو قال لك معلومة واحدة. إذا نقولوا تستجيب عضلة الليف العضلي، تستجيب العضلة ولا نقول الليف العضلي، تستجيب العضلة والليف العضلي إثر تنبيه فعال للليف المحرك، إثر تنبيه فعال، استغفر الله، إثر تنبيه فعال للليف العصبي المحرك.
زيد قال لي التحليل الكيميائي للعناصر سين المبينة بالوثيقة واحد وجد أنها غنية بالأسيد سيليكونين نسع من محتوى العناصر ونشرية التجربتين. قال لك وجدنا في تحليل الكيميائي للعنصر سين، هاي العنصر سين، وش هي العناصر سين؟ الحويصلات هذه اللي راهي في الخلية القبل مشبكية، لقينا في العناصر سين في الحويصلات في الخلية قبل مشبكية لما درنا لها تحليل كيميائي لقينا بلي تحتوي على الأسيد سيليكونين. درنا زوج تجارب، الأولى حقنا أسيد سيليكونين في المنطقة صاد، شوف المنطقة صاد هاي يعني هي شق مشبكي، حقنا التجربه الاولى حقنا الاسيتيلكولين في الشق المشبكي، في الشق المشبكي والتجربه الثانيه وين راحت؟ وين راحت هاي التجربه؟ ما زلنا اذا التجربه الف حقنا الاسيتيلكولين في المنطقه صد من التركيب التجريبي المبين في الشكل واحد تحصلنا على تسجيل با. قال لك لما حقنا الاسيتيلكولين في الشق في المنطقه صاد اللي هي في الشق المشبكي تحصلنا على تسجيل با على كومون بعد مشبكي تنبيهي بي بي اس او بي بي اس او. قال لك والتجربه با تجربه با لما حقنا ماده الكورار في المنطقه صاد من التركيب التجريبي المبين في الشكل الواحد وش صرا مع تنبيه فعال؟ وزدنا درنا تنبيه فعال وش صرا؟ درنا تنبيه فعال في النقطه الف لهنا بعد درنا تنبيه فعال تحصلنا على تسجيل الف، تحصلنا على تسجيل الف فقط، تحصلنا لهنا على تسجيل الف فقط يعني تحصلنا على التسجيل بصح وين؟ ركز وين تحصل؟ تحصلنا عليه برك في الليف العصبي المحرك. دركا نعاود لكم باختصار تجربتين، التجربه واحد واش درنا؟ حقنا لاسيتيل